بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، اليوم السبت 11 أبريل 2020، الفرقة الثالثة، مادة إدارة الموارد البشرية. أهلا بحضراتكم ومرحبا. لقاء اليوم يا شباب، رحين نتكلم في موضوع جميل وشيق جدا، الروح المعنوية. الروح المعنوية للعاملين في المنظمة، هل الروح المعنوية مهمة إن أدرسها؟ نعم، الروح المعنوية لازم تدرسها، لأن لو حضرتك باختصار روحك المعنوية مرتفعة، هنحصل من حضرتك على أفضل أداء منك داخل القسم وداخل المنظمة اللي حضرتك بتشتغل فيه، والعكس صحيح. لو روحك المعنوية منخفضة، أدائك هيكون منخفض، فبالتالي إدارة الموارد البشرية لها دور مهم كبير جدا داخل المنظمات في تحسين الروح المعنوية، في تحسين الروح المعنوية للعاملين. ليه؟ علشان تاخد منهم أفضل أداء داخل المنظمة. اوعى تنساها، اوعى تنساها. طب هل في عوامل الروح المعنوية دي بتعتمد على عوامل بتأثر فيها؟ نعم، في عوامل بتأثر فيها. زي حضرتك، مدى ثقة أعضاء المجموعة في هدف، احنا مؤمنين بالهدف بتاعنا ولا مش مؤمنين؟ مدى ثقة أعضاء المجموعة في القيادة، انا مؤمن بالقائد بتاعي ورئيس المنظمة بتاعتي ولا لا؟ ألا مدى ثقة أعضاء المجموعة في بعضهم، هم واثقين في بعض، عاملين مع بعض بيحبوا بعض واثقين في بعض. الكفاءة التنظيمية للمجموعة، هل في خط تنظيمي واضح للمجموعة؟ حالة العاطفية والذهنية لأعضاء المجموعة، حالتهم العاطفية ايه؟ حالتهم الذهنية ايه؟ هل هم عندهم تقبل لبعض، بيحبوا بعض علشان انهم يتكاتفوا مع بعض علشان يحسنون مستوى الاداء العام للمنظمة، علشان نقول المنظمة بتاعتي ان هي تنافس غيرها من المنظمات العاملة في نفس المجال؟ طب ممكن اسألك سؤال، قل لي العوامل التي تؤثر على الروح المعنوية للعاملين. ركز بقى معايا. ايوه بالضبط كده، مش عامل ولا اتنين، ده عوامل كثيرة تؤثر على الروح المعنوية للعاملين. ليه؟ علشان انا لو فهمت العوامل دي اقدر استغلها كإدارة موارد بشرية، اثر على مستوى اداء العاملين، اطور واخد منهم احسن مستوى ادائي. طب ازاي؟ عند حضرتك رقم واحد، المشاركة في وضع اهداف المنظمة. انا لما نخلي العاملين يشتركوا معايا في المنظمة في وضع الاهداف، هيبقى العامل مبسوط ولا مش مبسوط؟ روح المعنوية هتبقى مرتفعة ولا مش مرتفعة؟ يا سلام، ده العامل لما نقول له تعالى حبيبي شاركني في وضع الاهداف بتاعت المنظمة، هيقول يا سلام الادارة تثق فيا، روح المعنوية هترتفع، مستوى اداؤه هيزيد، هينعكس ولائه وانتمائه للمنظمة بتاعته. ليه؟ لانه ساهم وشارك في صياغة ووضع اهداف المنظمة بتاعته. طب ايه كمان؟ اسلوب الادارة المتبع. هل الادارة بتتبع اسلوب مركزي متشدد ولا بتتبع اللامركزية؟ تقول لك انت بقى ايه، اتصرف في الادارة بتاعتك والقسم بتاعك وفق ظروف ومجريات الامور والاحداث، ولا هل الادارة بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة؟ تخيل كده لو المدير بتاعك بيتدخل في كل كبيرة وصغيرة ولك افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، انت هتشعر نفسك انك مقيد، مش عارف تاخد حريتك داخل المنظمة بتاعتك وداخل القسم بتاعك. ولكن لو قلت لك اتصرف وحسن وطور وبدع في مستوى الاداء وقول افكار جديدة ونديك حرية ونفوض لك، هتلاقي نفسك شعرت بالولاء والاطمئنان والانتماء بدرجة اكبر للمنظمة. كمان عندي نظام الاتصال. هل نظام الاتصال ده يعني اذا كان غامض وبيأثر على الروح المعنوية، واذا كان نظام الاتصال واضح بيأثر على الروح المعنوية؟ نعم،
نظام الاتصالات يؤثر على الروح المعنوية. فأنت لو كنت بتتواصل مع رئيس قسمك أو المشرف أو مدير المنظمة بتاعتك وبتروح له في كل كبيرة وتستفسر عن كل معلومة، نعم نظام الاتصالات يوفر ويرفع من الروح المعنوية. أما لو كان خطوط الاتصال بين مشرفك أو بين رئيسك في المنظمة مش واضح، بالتالي أنت هتشعر بضيق وهتشعر أن الحالة المعنوية بتاعتك متدنية ومنخفضة. في كمان هيكل الأجور، طبعا كلنا بنتبسط، يا سلام هنديك مرتبات ونزود المرتبة، هترفع روحك المعنوية قوي 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 قوي. في كمان اهتمام الإدارة بالدوافع والحاجات الإنسانية المتنوعة. هل الإدارة بتهتم بدوافعي وحاجات الإنسانية المتنوعة وتحقق لي يعني أبسط متطلبات الأساسية، الحاجات الفسيولوجية بتاعتي، وإن هي بتراعيني؟ فبالتالي ده بيكون ليه أثر على الروح المعنوية أيضا. وخلي بال حضرتك، طب إذا هي ما أشبعتش الحاجات الفسيولوجية والحاجات النفسية، هتصاب بحالة من الإحباط واليأس والتوتر، وهينعكس على مستوى أدائك، ونفسك هتتغير، وهتقبل على عملك في المنظمة وانت نفسك يعني ضعيفة، ما عندكش عزيمة، ما عندكش ايه اصرار ونجاح وتفاؤل، حاسس انك كده متشائم ومتضايق وفي حاجة مأثرة عليك. فلازم الإدارة الموارد البشرية الناجحة ان هي تراعي الاهتمام بالدوافع والحاجات الإنسانية المتنوعة للأفراد علشان تاخد منهم افضل أداء من خلال رفع الروح المعنوية للعاملين فيها. طب العلاقات الإنسانية، العلاقات الإنسانية السائدة ونمط العلاقات الإنسانية السائد داخل المنظمة. تخيل كده منظمة فيها علاقات إنسانية سيئة، تفتكر الروح المعنوية للعاملين شكلها ايه؟ العكس بقى، تخيل ان في منظمة العلاقات الإنسانية طيبة، في اطمئنان، في ثقة، في تفاعل، في احترام، في جميع الافراد بيخافوا على بعض داخل المنظمة، هتلاقي الروح المعنوية مرتفعة، هتلاقي مستوى الاداء عالي، هتلاقي معدل الاخطاء بيقل، هتلاقي معدل الغياب في الاقسام وفي المنظمة مفيش. لكن لو عكسناها العلاقات الإنسانية السيئة، هتلاقي يتأخر ويروح متأخر، وإذا راح يؤدي عمله بتقصير ويهمل ومش مهتم وما عندوش دافع ولا دافعية إن هو يطور ولا يحسن. ليه؟ علاقات إنسانية سيئة داخل القسم أو داخل المنظمة اللي هو شغال فيه. فمن هنا الاهتمام بجانب العلاقات الإنسانية وتحسين العلاقات الإنسانية، ده دور إدارة الموارد البشرية إن هي تنمي للعلاقات الإنسانية الطيبة علشان ترتفع الحالة المعنوية للعاملين. وإذا ارتفعت الحالة المعنوية للعاملين خدنا منهم أحسن أداء، بالتالي المنظمة ترتقي وتتطور، وبالتالي المنظمة نقول المنظمة تعمل بجدية والتزام وانضباط. طيب هل دي العوامل ولا في عوامل أخرى كمان بتأثر على روح معنوية؟ لا حبيبي، ده في عوامل كثيرة بتأثر على الروح المعنوية. بجانب ده كمان، بجانب الأجر، الحوافز. لو اديتك حافز، حالتك المعنوية بتبقى شكلها ايه؟ سواء كانت حوافز معنوية او حوافز مادية. الحوافز نوعين، يا معنوية يا مادية. معنوية يعني انا اقول لك المنظمة تعمل بجهدك، انت عامل مجتهد، انت كفاءتك ساهمت في تحقيق ارباح، يا سلام. تاني يوم هتروح معنوياتك تظل طول السنة شغال بحالة معنوية مرتفعة لانك فرحان، لان حفزتك معنوي. طب اديتك مكافأة بقى مادية، النوع التاني من الحوافز، الحوافز النقدية او العينية، مكافأة دي بتأثر في مستوى الاداء. وخلي بال حضرتك، في بعض الناس بتتأثر بالحوافز المعنوية أكتر من الحوافز المادية. أقول له كلمة شكر وثناء ترفع معنوياته طول السنة تخليه فرح، لكن لو اديتك 10 جنيه 50 جنيه 100 جنيه بمجرد ما صرفتها تقعد معايا أسبوع أو اتنين أثرها وبعد كده خلاص. لكن الحوافز المعنوية يجب أن إدارة الموارد البشرية تنميها وتركز عليها أكتر وأكتر وقت. الاستقرار الوظيفي، الموظف حاسس أنه مستقر وظيفيا، بيروح وظيفته مفيش خوف
ان هو يترك الوظيفة او ان هو يتفصل من المنظمة بتاعته، فمستقرة فبترفع معنوياته. كمان ظروف العمل المادية اللي انا شغال فيها، نوعية التهوية، الحرارة، الرطوبة، الاضاءة، البيئة، الوسط البيئي الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة بتاعتي بتأثر على حالتي المعنوية. نعم بتأثر على حالتك المعنوية. طب كمان ايه كمان؟ تقدير العمل لقيمة العامل. احنا بنقدر قيمة العمال، بننظر للعامل على انه جهده وشغله وتعبه وعرقه له قيمة، ولا هو بيتعب وعن عمله ليس له قيمة؟ لما انا نشعر العامل بقيمته واضافته داخل قسمه ومساهمته الايجابية داخل قسمه، هيتفانى اكتر واكتر واكتر ويزداد حماس على تحقيق النجاح، وبالتالي معدل وقوع في الاخطاء هيقل تماما. القيادة العادلة بتأثر على الروح المعنوية. طبعا لما انا اشعر ان المشرف بتاعي او رئيسي في العمل عادل وبيطبق العدالة مع الجميع هيساعدني بالاطمئنان وهيرفع روحي المعنوية. طب فرص الترقية المتاحة، لما المنظمة توفر لي فرص ترقية، توفر لي فرص تدريب، ان هي ترسلني بعثة لمدة اسبوع او اتنين او دورة تدريبية لمدة تلاتة علشان تعديني للخط التاني ان انا نتولى موقع قيادي، بيرفع معنوياتي؟ طبعا بيرفع معنويات. طب العلاقات الطيبة مع الزملاء، نعم بتأثر على روح المعنوي، لان العلاقات لو كانت سيئة بتأثر على الروح المعنوي. طب المركز الاجتماعي في الارتباط بالمنظمة، كثيرا بعض الافراد يقولك انا شغال في منظمة كذا، يا سلام بتديله بريق وموقع اجتماعي وارتباط اجتماعي ومستوى اجتماعي مرموق، يقولك انا شغال في شركة كذا اللي لها سمعة عالمية، انا شغال في شركة كذا اللي بتحقق ارباح كذا، انا شغال في شركة كذا، فارتباطه بالمنظمة بيرفع المستوى الاجتماعي ايضا، فبالتالي بيرفع الروح المعنوية بتاعته. طب ممكن اسألك سؤال بسيط جدا، تخيل سؤال بسيط جدا اجابته ممكن تكتب لي صفحة، قول لي في نقاط مركزة اهم العوامل المؤثرة على الروح المعنوية. في عوامل حبيبي بتأثر على الروح المعنوية؟ ايوة. تقول لي 1 2 3 4 15 بسط بنقاط مركزة بأسلوبك في ورقة خارجية، وترفق للكلام ده في الصفحة الأخيرة من الكتاب المقرر على حضرتك. طب ممكن كمان أكلفك تكليف بجانب التكليف اللي فات؟ جاوب لي على السؤال اللي فات ده بس بخط إيديك، بخط إيديك عشان تتمرن على الإجابة في الامتحان في ورقة مستقلة، وتحطولي في صفحة 88 وتدبسهولي كجزء من تكليف أعمال السنة بتاع حضرتك. اتمنى باللقطة الجميلة دي انك ما تكونش تعبت مني، وتكونك فهمت حاجة كويسة، وتحاول انك تحاول ان روحك المعنوية دايما تبقى مرتفعة وعالية، وتدخل البسمة والسعادة على الاخرين عشان ترفع من روحهم المعنوية، علشان نحصل على افضل اداء واحسن اداء لهم، اللي بالتالي ينعكس عليك وعلى قسمك وعلى ادارتك وعلى المنظمة اللي حضرتك شغال فيها. وفي النهاية شكرا لمن سمع، وشكرا لمن نوى، وشكرا لمن عزم، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.